السلام عليكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وتمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنوريكم الموديلات اللي خدمت باش هكا اللي شافت الجلابة ديالها تعرفها راه كملت وجدات. وحاجة واحدة أخرى بغيت نقول لكم البنات، يعني راه التوقيت اللي مخصص الإجابة على الهاتف أو على التليفون راه من 7 العشية حتى للتسعود، يعني 7 8 9 3 السوايع كاملة غنبقى نجاوب عليها في التليفون بالنهار اولا في وسط النهار ما كنقدرش نجاوب، لانني كنت كنجاوب البنات كنت كنجاوب ولكن ما كنخدمش، يعني ملي كنبقى نجاوب كنلقى راسي النهار مشى ليا وما خدمت والو. هادشي علاش خصصت الليل باش نجاوب ونجاوب على كل وحده ونعطيها حقها في الاسئله وانها نجاوب عليها. اليوم ان شاء الله غنوريكم الموديلات اللي خدمت وغنبدا لكم بهذا الموف اللي تبارك الله ما شاء الله جات زوينه. هذه اللون في اللون موف، شفتوا سي كيجي جات فنه تبارك الله ما شاء الله، والموف كيجي زوين اللون في اللون. شوفوا معايا الرشيمه بغيت نوريكم كيفاش مخدومه كامله بالدقه. اللون في اللون ملي كتخدموا اللون في اللون كيبقى راقي وكيجي زوين البنات، يعني كيجي حلو حتى في الشوفه. غندوزو لثاني موديل، ثاني موديل ان شاء الله. دابا راه خديت الوقيته باش انني نسجل فيديو باش نطلع. دابا غنبدا نجاوب على الاسئله ديالكم كامله البنات. الوقيته اللي كنجاوب فيها الاسئله حيت كنلقى لي كومونتير بزاف، ام عثمان ما كتجاوبيش، ام عثمان ما كتجاوبيش، ام عثمان ها انتم هذا اللون، هذا اللون اللي وريتكم دابا راه بحال هذا. شوفوا هنا كيف جا ثاني باللون في اللون، هذا جا ماشي لون في اللون، هذا جا ديكادي ديال اللون ومخيطه لون في اللون، هذه مخيطه مخدومه برشمه بلديه. القب جا فيها تبارك الله عامر وزوين والكميمات، شفتوا الخياطه ضفيره هابطه حتى لتحت، هذه جات فنه البنات. وخياطه شوفوا الخياطه كي دايره، يعني خياطه رقيقه ولا فينيسيون. القب مغلف من هنا من هنا، يعني ما شوفوا الخدمه فينيا وصافي. ها انتم ندوزو لثاني موديل اللي هو هذا اللون، هذا اللي تبارك الله طلع فن. وتحيه للفتاه الاميره، انا الكليانه هذه مولات هاد الحوايج هادو، عطيها الاسم الفتاه الاميره لانني وهاد الفتاه الاميره وواحد الاخت بديعه شي 5 الناس اللي ما كانوش عندي نماليهم في التليفون على قبلهم صوت عاودت البنات تليفوني، ولكن عاودت رجع جديد. كانت هرس لي البنات اوبو ديال اوبو، كان مشات لي لافيشور وعاود لافيشور ديالو على قبل الناس اللي المهمين اللي عندي في التليفون، ولكن عاودتو شوفو تبارك الله ولا على بزوينات زقت معاود لافيشور على قبل نوالي اللي فيها. ومنهم هاد السيده هذه اللي كنعرف الفتاه الاميره، علاش هاد او فنه تبارك الله الله يحفظها، حتى حوايجها كيطلعو عليها زوينين سبحان الله العظيم. هذه مخدومه بالاشكال الهندسيه، مخدومه بالديكرادي ديال اللون وبالبرونز، بالبرونز بالخيط البرونز، البرونز بجوج الالوان الفاتح والمغلوق. جا هاد الشكل ديال الجليبه هكا، شفتوا كيف كتجي حتى هي بصحتها وراحتها. هذه هنا جلابه من لون البلوسيال، شفتوا هذه جلابه في البلوسيال هكا، عرفتي هذا البلون هذا كيجي مع الصم واعر، بقات دابا الرشمه انا هكا كيجي مع الصم فن. شوفوا معايا الرشمه مخدومه بالصم برونز، هذه مخدومه بالصم برونز مخدومه بهالطريقه هكا، شفتوا هذه مخدومين فيها حتى هي غير الدوفان. دائما البنات البلوسيال كيجي معاه البرونز واعر، كيجي معاه زوين تبارك الله. غندوزو الموديل واحد اخر واخا باقيه ما صلحتوش كملتو غير باش تشوفوا مولاتو. هذه
هانتوما البنات اللي كيسولوا على الطرز ما باقي ما مصلوحش، هانتوما هو بلا صليح، شفتو كي لا تكملش لا حتى شي حاجه، هذا راه باقي كاع ما صالحاه. روز فيشيا هاد الحل بلوسيال والبرونز، انا صورت لكم باش اللي شاف الجلابه ديالها تعرفها راه موجوده. هادو هنا، هادو هنا عشاق العيالات اللي عزيز عليك يحماقوا على القميصات تاع الدار والمحبات لجوهره. شوفوا معايا هاد الجوهره لون ملكي رائع، لون الترابي من الالوان اللي كنحمق عليها انا. هادي شوفوا الرشيمه كيف جات، شفتوا بالخطفه مخدومين فيها الدوفون بجوج ومخدومين فيها الكميمات. جات فن تبارك الله ما شاء الله، بصحة مولاتها وتحج وتعاود وتمشي للعمرة. مازال كانت قالت لي راه كنت غادية للعمرة هذا العام غير حبسوها، مازال ان شاء الله يطلق الله الصراح وتمشي للعمرة وتعاودي ان شاء الله وتجيبي بحال هاد الجوهرة. فنة فنة، قالت لي رخيتها من 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 السعودية الجوهر. سعداتكم اصحاب الناس اللي ساكنين في السعودية مبرعين بهاد الجوهرة، راه فيها وفيها جوهرة، ولكن هادي زوينة البنات. شوفوا شفتوا يعني توبها طيح، شوبها طايح تبارك الله ما شاء الله. شفتوا هذا ثاني قميص، وهذا هذا جسيدهم، هذا هذا ديال شي عروسه، ديال شي عروسه، شي عروسه زوينه بصراحه. كان العروسات كيكونوا زوينه تبارك الله، وخمسه كل العروسه هذا العام شويه عندهم داكشي ناقص، ولكن الخير فيما اختاره الله. شوفوا معايا هذا هذا اللون البيج حتى هو جوهره، شنو هذا انا اللي اختارت ليها الوان البنات اللوينات. مسكينه قالت لي شوفي انا كنتيق في الذوق ديالك، غير اختاري لي الالوان على ذوقك. شوفوا قرب لكم شوفوا الخديمه هكا، شفتوا هنا الوسط السبوله البنات. شكون اللي بغى يرجع ليه الدروس؟ حيت لاحظت ما بقاش اقبال على الدروس. واش بغيت نعاود نرجع لكم الدروس البنات من القناه؟ اللي بغيتوني نرجع لكم الدروس هادشي السبوله والخدمه هكا راه ما عنديش مشكل، داكشي اللي نخدمو نصورو معاكم. شوفوا معايا هذيك الديره، وهادو الكميمات ديالي. شوفوا الكمام كيف جاو، يعني مخدومه بالبلوسيال، مخدومه بالموف غوز بيبي الخضر والديغرادي ديالو، ومخدومه بالبرونز. شفتوا السبوله كلها مخدومه بالبرونز، مطرزين فيها الكميمات بجوج. نقدروا هاد الرشمه البنات نديروها فوق الفتاحي. دابا راه واحد القضيه نقولها لكم، يعني راه ماشي هاد الرشمه درناها في الكم صافي بقات الرشمه ديالكم، لا هاد الرشمه نقدر نديرها في فوق الفتحات، يعني هنا فوق فوق الفتاحي ديال الجناب نقدر نديرها في القب، نقدر نديرها هذه هكا في الصدر غير وحده اللي ما كيبغيش داكشي عامر، غير وحيده هنا وحيده هنا في الصدر، يعني جوج في الصدر، يعني كيبقى لينا اختيار حنا وفين بغينا نحطوا الرشيمات. هنا غندوزو لواحد اللون اخر، لون اصفر، عشاق اللون الاصفر. وشوفوا تخدم تخدم اللون في اللون، شوف الرشمه البلديه واللون في اللون كي كتجي، كتجي روعه روعه يا سلام. تخدموا فيها الجهات القداميين بجوج، يعني البنات السوجي راه كنديروا باللون ديال الثوب السوجي. الا لاحظتوا معايا هنا الفوق، ها انتم هنا الفوق البنات اللي كيسولوني، هنا الفوق عندي الالوان ديال السوجي، يعني خدام خدمت بالكاس غنخدم بالغوز غندير الغوز، المهم يعني على حساب الالوان. ومازال عندي الوان اخرين الفوق، يعني هاد الالوان اللي كنخدم بهم بزاف، يعني كندير السوجي على حساب اللون اللي عندي. نكمل معكم، هادي مخدومين فيها الدوفون بجوج، وفيها الكميمات الرشم هاد البلديه البنات. واخا نخدم فيها الكميم انا كتعجبني نخدم فيها الكميم، ولكن شي حاجه تكون مغيره على اللون ولا الوانات ما كيعجبنيش نخدم الكميم، كتعجبني تبقى جلابه. شوفوا كي غتجي بحال هكا،
كوميديان كي غيجي شفتو بحال هكا. تكون شي حاجه اخرى ما نخدمش لكم نهائيا، ما كيعجبنيش نخدم لكم هذا الكم الثاني يعني نخدم فيه الكمين. والقب دائما كندير فيه في بهذا الشكل هكا، يعني كيجي القب حتى هو عامر. شوفوا الخدمه كيف دايره تبارك الله ما شاء الله. وغنختم لكم باخر لون، هذا البنات القب ديال الجلابه الاولى، الجلابه الموف اللي شفنا فيها الصدر مخدوم فيها صدر، وهذا القب نتاعها. هنا اخر لون ولا اخر جلابه اللي هي جلابه، هذه رشمه رشمه تقريبا بحال البلديه، غادي نبدل عليها شويه رشمه فيها البريدات. والله زوينه تبارك الله ما شاء الله. انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه ديالها كيف دايره. شفتوا يعني مخدومه الكحل في الكحل، هذه حتى هي كذلك مخدومه فيها الدوفون بجوج. وتحيه لرشيده وبصحتها الجلابه ديالها. باقي ليها جلابه واحده اخرى بالدقه. شوفوا ثاني هذه، هذا لبنات القب، وهادو الكميمات يعني حتى الكمام مخدومين بحال هاد الجلابه. هادي تقدر مولاتا دير فيها حجيرات الكحل في الكحل، يعني تقدر دير فيها حجيرات في اللون الاكحل. كانوا هادو هما الموديلات تاع اليوم. كنتمنى من الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وبغيتكم تقولوا لي البنات اشوفوا كيبان لكم ان العيار راه باين على وجهي عينيا، ومع الفياق بكري كنحس بهم كتصور هاد الوقيته ديال 8 7 ونص كنحس براسي صافي عينيا باغيين يتسدوا وحدهم. كنتمنى لكم البنات تعذروني، وكنتمنىكم انكم تسمحوا لي البنات اللي ماشي ما كنبغيش نجاوبكم، ولكن راه حطوا راسكم في راسي يعني. هانتي في الشقه الحمد لله، ولا كاين اللي كيعاونني في الشقه ما عنديش مشكل فاش، ولكن الخدمه ديال الناس الا بقيت كنجاوب في التليفون راه ما يمكنش نخدم. يعني كل كليان خاصك على الاقل تعطيها على الاقل على الاقل 10 دقائق، هو بداو من الجوج 10 دقائق النهار كله مشى، وفيق بكري محسوب عليك النهار خاصك تخدمي في الحوايج. كنتمنى البنات اللي بغات تصل بيا راه دايره الوقت من 7. البنات اللي كيعيطوا في 7 قولوا واش كنجاوبكم ولا لا، يعني 7 8 9 هذيك الوقيته راه نجاوبك، ولكن من وراها ثاني راه كنطفي التليفون باش نعس بكري ونفيق بكري ان شاء الله. يعني راه بدلنا البروغرام تاع الصيف والناس وقت مغينا نفيقوا ثاني مع الوقت اللي بغينا، دابا راه بدا بروغرام جديد ديال المدرسه، يعني خاصك تنعسي بكري وتفيقي بكري هكا باش تقدري تكوني مع الوليدات ومع الزبناء ديالك. يلا البنات بالسلامه عليكم، قولوا لي واش بغيتوني نرجع لكم الدروس البنات باش نعاود لكم الدروس الحصص ديال التعليم الطرز ولا لا. يلا بالسلامه عليكم البنات، والى اللقاء ان شاء الله. انتظروا الفيديو ديال الشباك، عرفتوا البنات راه شي 7 الموديلات تاع الشباك ما ساليتش غير باش نبيكيهم باش نثقبهم، ما ساليتش الدرب عندنا ناشط ما ساليتش غير باش نثقبها، عرفتي باش نبرك انني نثقبها والله ما ساليت. كنتمنى من الله التوفيق. وحاجه واحده اخرى نقولها لكم، شي وحده الا كانت انتيغيسي باغيه تخدم طرز رباطي يعني جاده انها تخدم وخدمتها متقونه مرحبا بها، يعني انا كنقولها لا منا تخدم معايا في المحل يعني مرحبا بها الف مرحبا، يعني مستعده وما يكون على خاطرها، يعني ما يخصها خير معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا بالسلامه عليكم البنات والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.